رح اقول لك اكثر من هيك، العرب ما كان عندهم ولا مره مشكله مع سلاح الحزب. 2005 2006 2007 2008 فات هيدا السلاح على بيروت وعلى الجبل، قطعونا العرب، وقفوا شيل التبادل التجاري، عملوا مواقف مثل اللي عاملينها، ما عندهم مشكله. مشكله العرب بلشت مع هيدا السلاح لما صار على رقبتهم، لما صار موجه على صدورهم. هلا بنقول لهم ماشي الحال، هلا يلا اعطونا 5 مليار يا عم. شوفوا شوفوا المنطقه وين ونحن وين، نفط وغاز واتفاقات. الرئيس السيسي باسبوع واحد جاب من الخليج 75 مليار دولار، قد المبالغ اللي عمرت اوروبا بعد الحرب العالميه. 75 مليار دولار باسبوع، اتفاقات وودائع واستثمارات وصناديق. من السعوديه 50 مليار، ومن قطر يقدر انه 25 مليار. نحن وين؟ عم نعيش وننام ونموت ونفيق ونقعد لناخد 3 مليار من صندوق النقد الدولي، وبقلنا نجيب مئاتي، عملنا اتفاق موظفين وسكرتيرتي حكيت مع سكرتيرته. شو هالحكي هذا؟ نحن الطريق عنا كتير واضح، مصالحة مع العرب، ما في أي مشكلة. المشكلة الاقتصادية اللبنانية تحل بأسبوع، أكثر من 75 مليار لمصر بأسبوع. مشكلتنا فتات العرب فيهم يحلوها، العرب وسادر وما يشبه سادر على المستوى الأوروبي وعلى المستوى العربي وأمريكا وغيره. الحلول واضحة، ما حدا يجي لهينا أنه وزير الطاقة مضى وما مضى وسلعاته وما سلعاته. لو نحن متصالحين مع العرب ومع المجتمع الدولي بيعمروا له 3 سلعات لجبران باسيل، مش سلعات واحد. طب بس بعد بتلاقي في اهتمام من المجتمع العربي باتجاه لبنان، وتحديدا اذا عم نحكي عن المملكة العربية السعودية، البعض يقول انه اساسا هي ما بقى كتير مهتمة بلبنان وشؤون لبنان، كرمال هيك مش كتير هممها. دول مصالح، يعني مش عواطف انه مهتمه ومش مهتمه، انه مش عشاق وبطلوا مهتمين. كل يوم في 3 مقالات بالاعلام اللبناني، السعوديه مهتمه والسعوديه مش مهتمه. هيدي يعني نعوت عاطفيه. دول مصالح، مصلحه السعوديه هي في التفاهم مع لبنان، مثل ما مصلحه لبنان بالتفاهم مع السعوديه. هيدا التفاهم الاسس تبعيته هي وقف الاعتداء من فريق لبناني على مصالح السعوديه. بس بيطلع هيدا الفريق بيقلنا هذا حصار يا خيي.